واخ الغالي ابو راشد، احنا في دبي مول ما شاء الله، المكان الجميل الحمد لله، يعني راجع احسن من الاول ولا كان في اي شيء، حاجه ما شاء الله. شوف محمود، الجميل في دبي مول هذا المادح نفسه كذاب. يعني هذا المبنى صار له 15 سنه كانه لسه مفتوح من 6 ساعات. 105 مليون زائر في السنه، ولكن لما تبص عليه تقول هذا انفتح قبل البارحه بالليل. هذا بيني وبينك يعني ما له علاقة بالتجارة، له علاقة نحن كعرب كمسلمين، النظافة والترتيب من الدين. نحن معلمين، نحن صح فقراء، لكن النظافة واحترام مكانك واحترام بلدك واحترام شيخك هو أساس العمل عندنا. لا، والمكان ما شاء الله تحس كأنه من 6 ساعات. أيوة بقى له 15 سنة بس من 6 ساعات كأنه مفتوح الحمد لله، ولا في أي شيء، وجميل يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. مش نحن يمكن سكرنا 12 ساعة وبعد 12 ساعة فتحنا على طول، يعني ثاني يوم كان موجود 50 ألف ثاني يوم ما شاء الله.